التقى الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق اول زفرين مامادو رئيس هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه لجمهوريه افريقيا الوسطى تناول اللقاء اخر المستجدات اقليميا ودوليا وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القاره الافريقيه كما تم بحث سبل تطوير التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين الصديقين التقى الفريق اسام عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه بالفريق اول زفرين مامادو رئيس هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه لجمهوريه افريقيا الوسطى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسميه بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع وعزفت الموسيقات العسكريه السلام الوطني لكلا البلدين تناول اللقاء اخر المستجدات على الساحتين الاقليميه والدوليه وانعكاساتها على الامن والاستقرار داخل القاره الافريقيه كذلك مناقشه سبل دعم وتطوير افاق التعاون العسكري بين القوات المسلحه لكلا البلدين الصديقين واكد رئيس اركان حرب القوات المسلحه على عمق علاقات الشراكه التي تجمع القوات المسلحه المصريه ونظائرها بالدول الشقيقه والصديقه مشيدًا بتنامي آفاق التعاون بين البلدين على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية. من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وأفريقيا الوسطى، مشيدًا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الأفريقية. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.